يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. والحقيقه عندنا موضوعات كتير هنتكلم فيها، اغلبها بطبيعه الحال متعلق بالنادي الاهلي، ماتش امبارح واللي جاي بقى ان شاء الله، كل التحديات اللي قدام النادي الاهلي الفتره اللي جايه سواء محليا او كمان قاريا. هنفتح كل هذه الملفات مع ضيفنا العزيز اللي منورنا بعد طول غياب، كابتن عادل طعيمه نجم النادي الاهلي السابق. صباح الخيرات على حضرتك واهلا بيك. صباح الهنا وصباح النصر. طبعا دي الجمله اللي بنقولها لما بنفوز تاني يوم. ان شاء الله. انا عندي بس السؤال، يعني من الاسئله اللي بصراحه محيره بعض المشجعين، خلينا نقولها مش انا بس، هو احنا ليه في ماتشات وبتبقى نفس الظروف، ليه في ماتشات بتبقى علينا غريبه جدا وعليها علامات استفهام وما بتعرفش ان انت تحصل على جول واحد رغم ان انت عندك الفرصه المتاحه، وليه في ماتشات تانيه بتخش وتتالق وتفوز من او تسيطر على الماتش من اول دقايق رغم ان هي اللعيبه، هو الجهاز الفني، هي الجماهير، هي كل حاجه، ليه ده بيحصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه لازم نهني الجمهور بالماتش بتاع امبارح، اكيد ورجوعنا للتراك للامل تاني. يعني هو الحقيقه لما بيجي مدرب من اوروبا ما بقاش عنده خبرات افريقيه ومحليه، بيبقى عنده فاهم ان اللاعب الاوروبي زي اللاعب المصري في حياته في يومه وكده، ما يعرفش ان احنا العمليه عندنا بتبقى فيها نوع من عدم الانضباط شويه. يعني مثلا بشوف احيانا لاعب قاعد في احد المطاعم وشغال كل حاجه بقى، كل الاكل الممنوع. ده الاكل الرياضي، بنشوف محمد صلاح ليه اكل معين، بس ليه اكل معين. الحاجه الثانيه بيبقى فاهم ان اللاعب في اوروبا هيديله كل ماتش 8.5 من 10، عندنا اللاعب ممكن يديك 9 من 10، الماتش اللي بعديه 1 من 10، 1 من 10 صحيح، ليه مش موجود. الراجل الاوروبي بيبقى فاهم ان انا هلعب عادل، فعادل هيديني باستمرار كذا، فيصطدم انه الله الراجل ده الماتش اللي فات كان مديني يعني في عالي جدا ان انا جايب جول وعامل كل حاجه، الماتش اللي بعديه مش موجود. ده اللي هو بعديه بيومين، يعني الدنيا مش بس بعديه بشهرين، ده بعديه بيومين، بعديه بيومين وتلاقي اداء عكسي تماما. في بقى برضو من ضمن الحاجات اللي عندنا ودي موجوده، انا برتكن ان انا مثلا جبت جول الماتش اللي فات وان انا كنت كويس، فانا ايه، لا انا بقى عندي رصيد، فمش مشكله، مش لازم بقى اضغط، مش لازم اتعب، فاهم ازاي؟ فطبعا كل الامور ديت بتاثر على الجانب ده. طبعا الى جانب الناحيه النفسيه برضو عايزين من الصغر نربي اولادنا ان الاحتراف هو اتقان المهنه مش فلوس. الفلوس بتيجي نمره واحد بس، واحد مكرر مش نمره اتنين. فانا وانا بادي لازم عندي الجانب الادبي يبقى عالي جدا، ان انا عايز باستمرار الجمهور متوقع مني الرقم ده 8.5 من 10، انا مش هديله اقل من 8.5 من 10. صح. اللعيب لما يبقى عنده دي، احنا بنلاقي مثلا نجوم زي ندي مثلا بميسي عنده فلوس كتير قوي متهيألي، طب كل ماتش ليه اصرار قوي جدا انه ينجح، وانه هل هو محتاج فلوس ولا بيلعب عشان اسمه، عشان الجانب الادبي بالظبط، عشان الجانب الادبي دي عايزين تبقى موجوده من الصغر عند الناشئ بتاعنا في النادي الاهلي، انه يبقى عارف وهو بيأدي علشان الجانب الادبي، ان هو يعمل تاريخ لناديه وبالتالي تاريخ لنفسه. النادي الاول، لان النادي مش هيقف، بيبقى شغال عادي. فده اجابه لسؤالك، ان دي جانب نفسي الى جانب طبعا الحياه، مفروض يبقى اللاعب عنده نوع من الحرص شويه في اكله ويبقى فيه نظام. وبعدين هنلاقي العقود بره غير العقود عندنا، العقد بره بتلاقي ملزمه كده، طبعا اذا انت اكلت كذا، اذا انت كل حاجه برد، فيها محاسبه، اذا انت جالك برد، اذا انت وقعت وما قمتش بسرعه هيحصل كذا. طب ليه يا كابتن عادل الكلام ده ما يتنقلش عندنا؟ يعني احنا ليه بنعتمد على ان ربنا ينفخ في صوره لعيب من عندنا فيطلع ويسافر ويحترف في الخارج ايا كان الخارج ده فين، من منطلق انه بره هيستوي وينضج؟ طب ما يستويش عندنا ليه؟ احنا طبعا لما بنيجي نتكلم عن فرق الاحتراف عن اللعب محليا، الاحتراف بنتكلم على منظومه كامله مختلفه في كل عناصرها وتفاصيلها، في حاجات ما لهاش حل بالنسبه لنا، حتى نوعيه الفرق المنافسه اللي اللعيبه المحترفين بره بيلعبوها او بيلعبوا ضدهم، فدي ما لناش يد فيها. لكن بقيه العناصر وبقيه التفاصيل ايه المانع ان احنا نطبقها؟ ليه ما يتعملش عندنا زي ما بيتعمل بره، اللعيب اللي يقع ولو ما قامش على طول ياخد تقييم معين، اللعيب اللي يتهاون يبقى فيه عقاب معين، ليه الفكر ده مش موجود عندنا؟ مش موجود لانه هناك عده عوامل
حتى الاكل بالمناسبه اللي حضرتك استشهدت بيه في حاله محمد صلاح، ليه ما عندناش في كل الفرق ناس شغلها بس التفصيله دي؟ تبقى المنظومه عايزه تتصلح من الاول. يعني مثلا انا مش هقول لك مثلا اسبانيا ولا انجلترا ولا فرنسا ولا هقول لك المغرب. المغرب علشان يبقى في ربط الانديه 13 او الدوري هناك 16 الف و16 ب اللي احنا عايزين نعملها بقالنا 50 سنه. يبقى في ممتاز ب ممتاز الف، يبقى الاثنين في عدد معين يبقى قريبين جدا في المستوى. فبيختاروا 13 واحد من 16 نادي بالانتخاب. وكلهم ليهم شروط معينه، لجنه الحكام بالانتخاب مش بالتعيين. فتلاقي طبعا الرابطه بالنسبه للاعلام، بالنسبه للعلاج، مش اي حد يشتغل في العلاج وهو قاعد على الدكه علشان يعالج اللاعبين. كل الامور دي بتبقى بالانتخاب. وبعدين في نظام صارم جدا في الاداء، نظام صارم جدا في العقود، نظام بيحفز اللاعب انه يلعب في اوروبا. انت تلاقي تيم المغرب تقريبا 100% من لعيبته كلهم بيلعبوا في اوروبا، الدوري الاسباني والفرنسي، السنغال، كل الفرق الافريقيه معظمهم بيلعبوا في اوروبا. طب الحاجات دي ما بنفتحهاش ليه من بدري؟ الكلام ده انا قلته والله من اكتر من 20 سنه 25 سنه، كان مع الله يمسيه بالخير الكابتن مصطفى عبده، وكان الكابتن حسن شحاته معاه فرقه كنت انا المفروض ان انا ادربها، هو اخذها، مش هو اخذها يعني الاتحاد قرر يعني. فالولاد راجعين، كان عماد متعب وحسني والاخر، المفروض المجموعه دي قلت الناس دي واخدين بطوله افريقيا، يا ريت ال 23 لاعب دول الدوله تدعم الانديه بحيث ان اللعيبه 23 دول يطلعوا اوروبا باي ارقام. بعد سنتين هتلاقي عندك قوام 23. الناس دي لما بتنجح بتفتح المجال اللي موجودين عندنا، اللعيبه الموجودين عندنا، لان اللاعب المصري لاعب موهوب جدا وقادر جدا انه ينجح في مناخ صحي جيد. العقود لابد الاتحاد الكوره يبقى فيه وقفه، رابطه الانديه يبقى فيه وقفه، يبقى العقد، ليه ما انا ما اجيبش العقد بتاع اوروبا وانفذه عندي؟ ما الراجل اللي عندنا احيانا بياخد فلوس زي اللي بياخدوها في اوروبا، يمكن اكتر والله، يبقى اشتغل في النظام زي اللي كان بيشتغل فيه في اوروبا اهو كده طبعا. فطبعا يبقى الحته دي المفروض انها تبقى موجوده والمنظومه تتصلح، بس يا ريت نبدا امتى؟ هو احنا لسه ما بداناش يعني، عشان لا 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 الكابتن عادل بيقول بقاله 25 سنه بيقول او 50 يعني، هو احنا لسه ما بداناش اصلاح المنظومه. الولد اللي بيطلع يحترف بتلاقي حاجه عشوائيه يعني. انا برضه كاتحاد كوره بعمل منتخبات، ايه المانع ان انا اتعامل مع بعض بيوت التسويق بحيث ان انا يجي واتعاقد معاهم اللعيبه اللي عندنا المميزين، ايه المانع ان انا اطلعهم؟ يبقى انا بشتغل حتتين، الحته ان انا اسوق. ما هو بيجي على فكره عروض، والانديه بتكلم على الانديه في العموم، بعض الانديه بترفض ان هي تعمل اعاره للعيبه بتاعتها، تقول لك انا محتاجاهم، رغم ان هو لو راح، واحنا عندنا كيسز يعني، بس مش هقول الاسماء، واحنا لو اللاعب راح ربما هيعود بالنفع على اللاعب وبعد كده والنادي كمان ماديا. زي اتحاد اليد كده بيبقى فيه حاطين قرارات ما فيهاش بقى ايه الانديه، انا انت هتروح، طيب الرقم اللي انت هتاخده انا ممكن انا كدوله كوزاره الشباب ادعمك. طب انا بدعم المنتخبات بفلوس، انا النهارده وزاره الشباب لما تدي لمدير فني مثلا 200,000 يورو او 200,000 دولار، طب انا الحاجه دي، طب انا ممكن ادعم بيها المرتب ده، اخليه الربع او النص، والجزء ده ادعم بيه الانديه الناشئ اللي طالع، انا ممكن. وبعدين هو مش لازم اطلع نجم يعني، في اولاد في القطاعات الناشئين، وبرده قطاعات الناشئين لما تتصلح الاول ويبقى في شغل قوي فيها، رخص للمدربين، المدربين مش اي حد يشتغل في قطاع الناشئين، قطاع الناشئين يبقى فيه مسابقات قويه، يبقى فيه معايشه بره، كل الحاجات اللي بتعملها السنغال والبلاد اللي احنا سابقينها ب 100 سنه. كل البديهيات يعني اللي حضرتك تفضلت بيها دي كلها امور بديهيه جدا ومنطقيه جدا، وكانت جمله قويه لما حضرتك بتقول انا بقول الكلام ده بقالي 20 و25 سنه. هل على مدار ال 25 سنه عدم تطبيق التوجيهات دي او النصايح دي عشان يبقى الوضع على ما هو عليه، هو بقاء الوضع على ما هو عليه من مصلحه حد، افراد او جهات؟ اكيد يعني، واحنا مش المنطق يقول ان احنا من مصلحتنا كلنا ان حال كره القدم المصريه بشكل عام ينصلح؟ اقول لحضرتك حاجه، لجنه الحكام مثلا يعني، عندك لجنه الحكام، هل في مشكله ان يبقى في لجنه جايه بالانتخاب؟ هل في مشكله؟ انما عايزين يبقى دايما احنا تحت السيطره ونستفيد، كل واحد جاي قاعد على الكرسي عايز يستفيد. استفيد بايه بقى؟ رئيس النادي اللي كلمه، انا ابعت لي فلان، انا بتكلم كلام كل الناس عارفاه،
فطبعا لما انا يبقى مصلحتي ان انا اجيب لجنه حكام انا اعرف امشيها، حط فلان نتيجه الفلان المباراه ديت يبقى فيها وهكذا. فطبعا الامور دي كلها اذا انا ما اناش قادر اخد القرار هاخده امتى وانا في امس الحاجه؟ لو انا انسان فعلا بحب بلدي وخايف على بلدي وعايز الحكم بتاعي يبقى في كاس عالم طبعا لازم اخد القرار ده. ايه المانع انا اتحاد كوره اعمل لجنه للحكام بالانتخاب؟ ايه المشكله اللي فيها؟ وبعدين اجيب خواجه اتدخل في شغله واروح امشيه، وبعدين اعين له ناس علشان يعمل يجيب نتائج، وشفنا الموسمين اللي فاتوا والمباريات اللي حصلت والنتائج والابناط اللي راحت من النادي الاهلي باخطاء متعمده، مش اخطاء ساذجه، اخطاء ساذجه واخطاء متعمده. ايه المشكله ان انا اعمل عقد اللاعبين اللي انا بتكلم عليه؟ ايه المشكله ان انا الممتاز ب والممتاز ا يبقى متساويين في العنديه؟ تخيل انت عندك الممتاز ب، شوف كام نادي، ثلاث مجموعات كل مجموعه 16، علشان تعمل المجموعه ممتاز ب 20 نادي استحاله. كل اتحاد يجي الانديه تروح ضاغطين عليه، الانديه اللي هي بقى ايه اللي هي من مصلحتها تفضل موجوده وخلاص. مش مهم بقى ان انا اشتغل واتعب وابقى في الممتاز به وابقى انافس. بص يا كابتن عادل، هي يعني زي ما بتقال كده شقين، شق اداري بحت والشق اخر يعني يقع على اللعيبه. في برضو نقطه ولو تتفق معايا فيها انت وكريم قولوا لي رايكم برضو. انا امبارح عجبني جدا كلام احد الزملاء، هو بيشتغل حاليا في مجال الرياضه بس في الخارج يعني، كان عامل فيديو عجبني جدا ولفت نظري لنقطه مهمه جدا، ومش طالعه انسب الكلام لنفسي، لازم اقول ان انا الكلام ده كان بناء عن الزميل ده. امبارح كان بيقول ايه؟ يقول لك ايه في الفيديو؟ احنا عندنا مشكله من ضمن المشاكل يعني في مصر في الكوره، اللعيبه نفسها اللي هي لسه بتبدا، تلاقيك مثلا في الناشئين او غيره بيسمي نفسه مثلا، يسمي نفسه اوباما، اللي يسمي نفسه ميسي، اللي يسمي نفسه باسماء لعيبه تقيله يعني، على غرار ان هم عايزين يبقوا زيهم في يوم من الايام. هي دي النقطه. انا لما اسمي نفسي مثلا، اطلع دلوقتي اسمي نفسي اوبرا وينفري، ها نهاوند اوبرا وينفري الشرق مثلا، هل انا كده اوبرا وينفري الشرق؟ هل انا كده حققت نجاح؟ ده اسمه انا بضحك على نفسي. انا عشان ابقى اوبرا وينفري كنهاوند لازم اشتغل واوصل للنجاح اللي هي وصلت له بشغلي، لكن ان انا ادي نفسي لقب وبعد كده اقول يا جماعه اصل انا كمان يعني ده إيه؟ حضرتك فهمني، انت دلوقتي كلاعب مش مفروض يبقى في حاجه اسمها كل واحد يطلق على نفسه اسمه، وبعدين لما انت تاخد لقب هو الناس اللي تبقى تديهولك، لكن مش هطلع اقول انا يعني انا ذكرت ثلاث اربع اسامي لكن مش بقصد دول تحديدا، انا بقول في العموم. بتتفق مع الراي ده ولا لا؟ انا بصراحه 100% بتفق. وانا بتفق معاك 1000000%، لان انا بقى ايه يعني في واحد من ولاد مش ولادنا كان يعني احد المدربين يعني، الولد اسمه محمد، يوم راح مسميه تريزيجيه وهو صغير ما ماشي. يسميه ندفت. ما هو نادفت عندنا بقى هو عندنا. لسه ولا طب هل ده اسمه ده ربنا اكرمه ان يا اسمه يا كابتن عادل بعدنا السيد ميسي وعبد الرحيم بنهاوزن وحاجات عجيبه جدا. تخيل انت لما يكون ربنا اكرمني وانا اسمي محمد او اسمي احمد، فألاقي نفسي لقبي تريزيجيه اشتغل عشان تحصل على اللقب يعني، لكن انت فجأة بقيت نجم خلاص عالمي يعني. طول عمرنا الناس بيقلدونا. انا ما شفتش ايام جيل حضرتك كابتن عادل واللي بعدكم بصراحه واللي بعدكم حد عمل كده، ولا سمى نفسه اسم ولا اخذ حد قدوه وسمى نفسه عليه، ما فيش الكلام ده كان بيحصل. وكنتوا بتقدموا كوره ثانيه خالص، مع احترامي بقى ليفل ثاني خالص. حضرتك الشخصيه زي ما انا بنقول دايما، اللعيب اللي بيجي النادي الاهلي لابد قبل ما يكون فنيا عالي لازم يكون شخصيه قويه. شخصيه قويه بمعنى ايه؟ ان انا ابقى قدوه للناس، انما انا ما ابقاش قدوه ان انا عايز ابقى زي ميسي، لا. طب ليه ما ابقاش انا ليا وضع معين لدرجه معينه في الاداء الفني والاداء يبقى في قدوه معينه بالنسبه لي انا كراجل شرقي، انا اسمي فلان هادي الجانب الفني زي ما ربنا هيساعدني، بس انا في نفس الوقت هعمل بالاسباب. الاسباب بتقول ايه؟ ان انا تعليمات المدرب، اكل كويس، انام كويس، المدرب مش معايا في البيت، فانا وانا باكل الاكل الصحي اللي كل الناس عارفاه، باكل وجبات معينه الطبيب بيبقى مدهاني انا باكلها لا يمكن احيد عنها. اذا انا عايز انجح يبقى انا هلتزم زي الراجل اللي بيصوم، راجل بيبقى صايم قدام الناس ويبقى في البيت فطران، لا انا في رقيب عليا ان انا عايز ابقى نجم وعايز ابقى راجل قدوه
وافيد المجتمع بتاعي. انا نفسي يبطلوا الاسماء دي، يمنعوا اللعيبه ان هي تطلق على نفسها اسماء، حاجه مستفزه بصراحه جدا يعني. والله انا يا عم اشتغل وابقى زيه، لكن مش لازم تاخد لي اللقب. والله انا هون قسما بالله بحييك على لان الحته دي يا ريت الناس كلها تسمعها. شخصيتك، شخصيتك نمره واحد ونمره اثنين ونمره عشرة، ان انت لازم تبقى تعتز بوطنيتك وتعتز باسمك وتعتز بدينك وتعتز بأدائك. اسمع اسم لنفسك، وتعتز اسمع بالنادي ده. بتاعك طبعا. وتعتز بأدائك، وتخلي الناس دايما يعني بتبص تلاقي اللعيب بيلعب وبعدين يبطل بعد 15 20 سنة والناس لا يمكن تنساه، يروح في أي حتة الناس على طول معاه، الناس على طول بتدعي له، على طول عامل أبواب خير. الكلام ده لو أنا بفهم الناشئ من الصغر، من الصغر إن أنت هتلعب علشان بلدك تبقى في الحته الفلانيه، قريتك ما تنساهاش، ربنا اكرمك وجالك رزق، والدك والدتك، بيتك، قريتك، اعمل مستشفى، اعمل مدرسه، اعمل كذا، يبقى هي هو ده انا الهدف منه، ان انا بلعب كره قدم علشان افيد المجتمع بتاعي، اجيب لبلدي عمله صعبه، يبقى اسم بلدي دايما اللعيب محمد فلان المصري. طيب هستأذن حضرتك بس عشان احنا لازم نطلع فاصل سريع، مش هنطول وهنرجع بعدين نكمل الكلام. استكمل حديثنا طبعا. حديثنا لسه مستمر مع كابتن عادل تعيمه، اتكلمنا في ملفات مهمه يمكن في الفقره او يعني الشق الاول، لكن الشق ده بقى خلينا نتكلم اكتر عن الفنيات وعن مباراه امس. وبدايه هل كان كابتن عادل شايف ان الماتش ده هيحسم لصالحنا، فكره كمان ان احنا في اول ثانيه مش اول دقائق نحرز هدف تسيطر على المباراه بهذا الشكل، عوده بقى روح الاهلي اللي احنا نعرفها سنين طويله، فشفت ده ازاي، قريته ازاي؟ انا قلت معاكم قبل كده الولاد قبل المباراه تم التدريبات وبعدين المحاضره، فبيشوفوا التشكيل، هل التشكيل اخباره ايه، مين المستبعد، مين اللي جوه. انا بقول لك احساس اللاعب مش احساس المدرب. المفروض المدرب يبقى عارف ان اللعيبه بيبقى ليها وجهه نظر، خاصه اللعيبه الكبار، لما يقدرش يتكلم. في بعض الفرق بيبقى فيه مدير فني بيستمع للاربع خمس اللعيبه الكبار ويقعد يتناقش معاهم، ايه رايكم كذا كذا، وبعدين الراي الاول والاخير بيبقى ليه. الماتش بتاع امبارح الحقيقه انا كنت متوقع جدا انه هنقدم مباراه عاليه جدا، لان الاخطاء السلبيه اللي كانت حصلت في ماتش الداخليه الحقيقه كانت فظيعه جدا، مبالغ فيها الصراحه. ماتش سان داونز برضو اخطاء، كانت اخطاء فنيه قاتله سواء من هنا او من هنا، وبالتالي كنت متوقع هيبقى في تصحيح في المباراة امبارح. التصحيح بمعنى ايه؟ هتبص تلاقي بمجرد ما بنفقد الكورة بيبقى في على طول سرعة ارتداد. سرعة الارتداد دي كانت موجودة امبارح لحد اخر المباراة. وده اللي قطع الطريق على الفريق المنافس انه يوصل للمباراة. على الرغم ان هم كانوا بيأدوا بشراسة غير طبيعية. انا اتفرجت عليهم مع سان داونز ومع الهلال ولا بيأدوا ربع الأداء اللي قدوه امبارح. ده احنا امبارح النتيجة 3-0 وعبد المنعم خد يعني خبطه جامده جدا واقع وفاضل دقيقه والراجل بيتخانق مع الحكم، ده اقول له بيضيع وقت، انت النتيجه 3-0 وفاضل دقيقه. يعني ناس بس روح قتاليه حلوه بصراحه، روح قتاليه، وانا بنحب ده، ما بنحبش اللي هيفوز. طب هي اصلا الروح دي ليه ما بتبقاش دايما حاضره؟ دي ساعات بتغيب في ماتشات ما ينفعش تغيب فيها. علشان كده ثقافه اللاعب، وده بيبقى شغل المدير الفني طبعا، مع ما بقولوش اربع شهور، محتاج شغل جامد جدا، ان في برضه بعض النوعيات من اللاعبين لابد يبقى فيه الجانب ده موجود، كره فيها التحام ابقى انا واخدها. يعني امبارح الجول اللي نهاوند بتتكلم عنه في اول دقائق، في اول دقيقه تقريبا، شريف نازل ومصمم انه يعمل حاجه، والدليل على كده ان الكره لما بتجيله احيانا لما بيستلمها برجل ويلعبها برجل الثانيه بتبقى فيها نوع من الانسجام ونوع من التوافق. امبارح سندها باليمين وراح حاططها بالشمال، الوضع الطبيعي التشريح لجسمه تروح في الزاويه دي. احيانا بتتلم غلط فبتروح غلط، فيبقى نازل مركز. معنى ان انا نازل مركز انا عايز اعمل حاجه، لان انا فعلا خدوا دش جامد جدا من الكابتن، وطبعا من كولر خدوا دش جامد جدا، ان انا فرقه 10 تنفار وبعدين بيهاجموا وكانوا ممكن يكسبونا. لا، وبعدين فين سرعه الارتداد؟ امبارح ظهور نجم جديد جدا انا بأشيد بيه، ومن الصفقه الثالثه اللي ناجحه على مستوى عالي جدا، احمد قندوسي امبارح صانع لعب، اهداف،
بيعمل كل حاجه. اه برافو بيدافع عليه. برافو بيدافع بصراحه. في لعيب عندنا تبص تلاقيه ما بيدافعش، ما بيلتحمش، الكور العاليه يعني مش موجود. طب لا، لابد يبقى فيه ال 11 يكونوا بيأدوا على قلب راجل واحد، كلهم ما فيش فيهم حد بيقصر في واجبه الدفاع والهجومي. وبالتالي انا لما بأدي النهارده الصفقه الثالثه لما يكون خالد ومروان عطيه، الثلاث صفقات الحقيقه على اعلى مستوى في الميركاتو الشتوي، كان حاجه عاليه جدا. سرعه الارتداء الى جانب الحاجه اللي اتبسطت منها جدا جدا جدا. اوكي. مفيش باللغه الكوره ما فيش صربعه في انهاء الهجمه. فتبص تلاقي احنا جبنا جول وجبنا الثاني، ابتدينا ننقل الكوره ونعمل عمليه بس الصربعه كانت بتعمل لنا اهدار اهداف، والفاينل تاتش او الفينال بتاعنا كان دايما بتقطع. عارف يا كريم يعني هو بيحصل ايه؟ انه الصربعه دي بيحصل ايه؟ خمسه سته راحوا على ال 18، الكوره اتردت بسرعه، في عمليه انفلات رايح على الجول بتاعنا جاب جول بالظبط. انما لما يكون في عمليه الاستحواذ وبعدين انا بروح من اليمين ومن الشمال ومن العمق وتسديد من بره، كل الامور ديت والفريق كله زي ما بشوف كولر بيعمل للعيبه يقول له ضيق المسافات ضيق المسافات. وبعدين امبارح كان بيوجه على طول مثلا الكره مع هاني ترجع لياسر لمنعم لعلي معلول وبعدين تلف تاني وتالت. الحماس الشديد قوي اللي كان عند فريق القطن الكاميروني اتهد امبارح، على الرغم ان هم قدرنا تحس ان هم واخدين منشطات او يعني تحس ان هم فعلا بيجروا لاخر دقيقه جري، وبعدين في عنف شديد جدا لدرجه برضو الحكم في كوره الحقيقه كان فيها طرد مليون في الميه. يعني على طول بعد الجول ما جبناه الراجل داخل في قصبه هاني، ده حتى ما حسبها ما ادالوش انذار. فالعنف ده احنا زي ما انت بتقول الحماس اه مطلوب بس العنف لا، فبرضه ما كانش ليه حمايه، كان ليه ضربه جزاء. انا بختلف مع ده اللي هي كانت في بدايه الماتش في اول ثلاث دقائق تقريبا، اول ثلاث دقائق بعد ما جبنا الجول على طول الراجل راح داخل في قصبه رجل هاني. هاني حتى اتألم جدا، ده ما ادالوش انذار خالص، يعني ده المفروض كارت احمر. فعمليه الاستحواذ وعمليه النقل، انا كنت كل كوره رايحه لهاني، يا هاني من فضلك ما بلاش له قدام دلوقتي 2-0، جريهم شويه جريهم كمان لحد لما يتعبوا. على طول انت تبتدي من الجانب اليمين او من الشمال او من العمق، زي الجول اللي جابه، الجول اللي اتدرس في اكاديميات الكوره، الجول الثالث حاجه جمله معموله على اعلى مستوى. شوف انت بتتلعب ازاي. وبعدين التغيير فيه عبقريه، يعني ان انا بخلي علي معلول جناح ما بلعبوش باك ليفت، وبنزل اشرف بيأدي الواجب الدفاعي، وبخلي علي معلول هو اللي بيأدي الواجب الهجومي. شفنا الجول الثالث اتعمل ازاي حاجة. وبعدين برضو التمريرة القاتلة من القندوسي لعلي معلول، وعلي معلول بيشوفها ما بيلعبهاش أي حاجة، بيلعبها على الأرض جاية مرتاحة جدا، مترستقة رايحة مترستقة صحيح، تتجاب جول بشكل رائع. دي تعليمات مدرب، دي الهجمة اللي حضرتك بتتكلم عليها. القندوسي طبعا راح مديها له ايه يعني، طبعا ما عندناش اديها له يعني في رجليه يعني لها طويله، بيقول له من فضلك ادي البونبونايه اهي، من فضلك خلصها في الشبكه. لان هم على امل ان هم يجيبوا جول، وبعدين الحكم يروح مدي 7-8 دقائق يجيبوا التعادل يطلعنا من البطوله. فدي بعد الكوره دي طبعا كانت من الكرات العاليه جدا. فاستحواذ مع تنفيذ واجبات مع سرعه ارتداد مع تسديد، كان في تسديد امبارح، كان في كرات عرضيه. بأؤكد للاعبتنا وخاصه هاني وعلي معلول، لما توصل للتلت الاخراني وتوصل لخط المرمى ادي لنفسك جزء من الثانيه انك بس ترفع راسك وبص، وبعدين اعمل عمليه خداع، اعمل انك هتلعب الكوره وقف. الراجل المدافع ده بيبقى داخل مندفع جدا، فمجرد ان انت مثلت انك انت هتلعب الكوره بيحصل ايه؟ بيحصل عمليه الاندفاع ده. طب زي الجول اللي جابه شريف امبارح، هو اللي ما اتحسبش ليه ضربه الجزاء دي برضه. ضربه جزاء انا طبعا كابتن ناصر قال انها مش ضربه جزاء، انا بقول له يا كابتن ناصر هي ضربه جزاء وانا مش حكم، بس انا برضه خرجت حكام كتير، دي ضربه جزاء الولد ما مثلش. انا بس زعلان من شادي، كان المفروض يروح للحكم يقول له انا ما يعني لا، ده كانه فعلا عمل الغلطه دي. الراجل الجول دخل شال رجليه، لما يشيل رجليه وهو في سرعته لازم يعلى كده طبعا، انما هي ضربه جزاء، انا بقول انها ضربه جزاء. فطبعا
كل الامور دي تعليمات مدير فني، الى جانب تركيز، الى جانب الجمهور الاكثر من رائع. بعد ماتش الداخليه كان حصل نوع من الزعل، مع ذلك الجمهور مال المدرج بيساند اللعيبه حتى بعد ماتش الداخليه برضه كعاده جمهور النادي الاهلي. فحاجه الحقيقه مشرفه جدا. بس انا عندي سؤال كابتن عادل عشان الوقت برضه بيجري. اتفضل. يعني حضرتك اتكلمت عن الزياره اللي كانت للكابتن ليهم، و يعني فكره ان هو يكلمهم بلغه اللي هو لازم تقدموا افضل ما عندكم، وده يعني للجماهير لازم ان احنا نفرحها والكلام ده كله، اللي اثر وادى. وكان معايا يمكن كابتن حسام غالي برضو في يعني في الزياره دي. هو ليه لازم اللاعب يبقى عنده يعني اوكي هي ادتهم حافز وكل حاجه، لكن ليه انا لازم يبقى في حاجه زي كده او خطاب من هذا النوع او شده شويه عشان اعمل اللي عليا بشكل كامل؟ يعني انا بشوف ان ده المفروض يكون شيء بديهي. يعني بيرجعني تاني لفكره مانويل خوسيه. مانويل كان من المديرين الفنيين احنا عارفين عنه ان هو كان شديد مع اللعيبه، وكان دايما ما بيفوتش حاجه، وكان قاسي الى حد ما، لكن كان برضو بيأدي على الملعب وكانوا بيحبوه جدا. هل القسوه دي الى حد ما اللي هي مش موجوده قوي مع مارسيل كولر، لكن موجود الفكر الاخر ليه شويه مع بتاع مانويل، لكن مفيش قسوه، مفيش لغه فيها شده شويه، هل ده اللي ما ينقصنا؟ هل كان لازم يبقى في خطاب بهذا النوع من الكابتن عشان يبتدوا يركزوا اكتر، ولا بتشوفها ازاي؟ بمنتهى الصراحة أنا بشوف إن ده ضغوط على الكابتن، لأن ده هو الأجيال بتختلف. أيام جيل جوزيه كانت اللعيبة بتحاسب بعض، كانت تلاقي وائل مع أبو تريكة مع بركات مع كل اللعيبة، أحمد حسن مع كل الناس، كلهم بيقعدوا مع بعض وبيحاسبوا بعض. وبعدين هو ما كانش قاسي وبس، ده قاسي وفي نفس الوقت يعني عارف الجزره وال يشد ويرخي. مره كسبانين 5 يروح داخل شايط ومزعق ليه، عارف ان في لعيبه ممكن تتغر ان انا جبت 5 اهداف في الماتش اللي جاي ما تلاقينيش. ده مش موجود مع مارسيل كولر بقى. ليه بقى؟ الميزه في جوزيه كان عرف ثقافه اللاعب المصري والشعب المصري، فبسرعه تاقلم وعرف ان اللعيب لو انا اديته الوش الحلو على طول وما فيش عصاب وما فيش عقاب مش هيديني، فبقى على طول شغال بالجانب ده على طول، في قسوه وفي اوقات تبص ليه بيهزر وبيضحك. صح. طب مع كولر ايه بقى كابتن عادل؟ كولر اعتقد انه مع الوقت هيبتدي يفهم، والدليل على كده التغييرات اللي حصلت امبارح. تغييرات صنع اللعب، مدخل قندوسي دلوقتي، فابتدى يبقى فيه نوع من انواع يفهم بقى شخصيه اللاعب. لا انا متخيل ان في عادل هيديني على طول 8، لا ده ما بيدينيش مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره، لا ده انا لازم اقف واشوف بقى ايه البديل. مع تراكم المباريات اعتقد انه هيبقى عنده الخبره ان اللاعب ده هيبقى فيه برضه قدامي عينه، الله ده انا بدي لك ماتش واثنين وثلاثه، مرة بتديني 10 من 10، مرة بتديني مفيش خالص، فطبعا الأمور دي هتبقى هتيجي مع الوقت. الحاجة الأكيدة إن إحنا إمبارح لما تابعنا الماتش وجدنا ما يرضينا، ونتمنى إن دي تكون نقطة انطلاق للي هو قادم إن شاء الله مع كل ماتشات النادي الأهلي الفترة اللي جاية بإذن الله. إحنا بنشكر حضرتك على وجودك، نورتنا. شكرا كابتن عادل، كالعادة يعني بنستفيد من وجود حضرتك معانا، ونتمنى زي ما حضرتك كنت بتتكلم إن اللي جاي يكون كمان أفضل ونمشي بنفس الوتيرة. وتعبنا من قصة ماتشين حلوين وماتش مش حلو، يعني أتمنى إن إحنا يبقى عندنا مستوى ثابت في اللعب، لأن أنت عندك سكواد رائع جدا، عندك جماهير رائعة جدا، عندك مدير فني محترم وفنيا هو أكثر من رائع، وعندك الكابتن اللي دايما بيكون داعم ودايما بيكون موجود. ونتمنى إن الروح اللي إحنا شفناها إمبارح تستمر بقى من غير كل فترة اجتماعات، يعني تبقى موجود عند اللعيبة بأمر بديهي كمان. يعني نعم؟ لا أنا عايز روح أكثر من كده كمان، يا ريت. أي كرة فيها ده اللي إحنا نعرفه أصلا عن الفريق، أي كرة فيها التحام لازم الفانيلا الحمراء تكون واخدها. نتمنى ذلك إن شاء الله. بنشكرك على وجودك. شكرا لك. هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان نستقبل حضراتكم في تاني فقراتنا الحواريه، وهي بالمناسبه فقره طبيه مسجله ما بين نهاوند وبين الدكتوره دينا ابو سعود. خليكم معانا.